WSA هي جائزة عالمية تأسست بسنة 2003، أسسها أمين عام الأمم المتحدة بوقتها كوفي أنان، عبارة عن 8 فئات للمحتوى الرقمي للديجيتال كونتنت، كانوا أبليكيشنز أو ويب. عملنا أول بروتوتايب اللي كان تحت اسم دروس بوكس، ومن خلاله قدمنا على كونفرنس مع WSA World Summit Awards اللي هن بنقوا أحسن مشاريع بكل بلد. فنحن كنا من واحد بروجي من 3 من لبنان وربحنا. هو ديفايس صغير اخترعنا للأساتذة والترينرز كرمال اللي اخترعوا عليه ديجيتال كونتنت ويوصلوا على المناطق النائية اللي ما فيها انترنت ولا كهرباء. هو كناية عن راسبيري باي صغيرة على الامج اللي نحن اخترعناها. فيهم يا يخترعوا المحتوى من الصفر او ياخذوا محتوى موجود وتو ادابتد حسب النيدز تبع السوسايتي اللي هن بدهم يوصلوا لها. اوتو بانه بيوصل وفعال بالمناطق اللي ما فيها انترنت وما فيها كهرباء. الهدف هو انه نوصل الادكيشن للعالم يلي مش وصلت لهم ويلي ما عندهم انترنت ليقدروا يتعلموا قصص كل العالم تعرفها يعني وهن ما بيعرفوها. ديفايس بحد ذاتها بتمشي وبتخلق صف بخلي العالم تفوت عليها وتشوف الديجيتال كونتنت على سيلوراتها، بي سيتها او تابلتس. اخر سنه لبنان ربح 3 جوائز من اصل 5 جوائز تقدموا. هذا الشيء اللي شجعنا انه نستضيف WSA كأرب فيرجن، سميناها ديجيتال أرب انوفيشن فورم. استضفنا كل اللي كانوا مقدمين من دول عربيه. نحن رح نكون اكيد مكفيين، رح نبلش قريبا تجهيز لنستضيف السنه الجايه المسابقه العالميه بلبنان.